محمد سعدون، محمد طولنا عليك في البرد، بس بداية أنا أنقل لك السلام الزميل محمد سعدون في الاستديو، وأيضا مباركة الجميع بالتأكيد لهذا الانتصار الهلال الذي كان بالتأكيد نتيجة تاريخية أمام الاتحاد. الله يعطيك العافية ويبارك فيك، وسلامي لأخ محمد سعدون والجميع اللي في الاستديو. الله يبارك. كيف شاهدتم اليوم مباراة؟ البعض يرى بأن غياب الاتحاد ولاعبي الاتحاد مؤثرين ساهموا في هذه النتيجة الكبيرة. والله الحمد لله، يعني ربي وفقنا اليوم قدرنا نقدم مستوى ونتيجة، لكن إن شاء الله أنها تكون مباراة جيدة. فريق الاتحاد اليوم جالس يعني هاجم، أعتقد هاجمة بهاجمة، لكن ربي وفقنا وأخذنا أكبر عدد من الفرص يعني، والحمد لله يعني ربي وفقنا، لكن شكر وتقدير لنادي الاتحاد على المستوى اللي ظهر فيه اليوم. غياب اللاعبين في الاتحاد، يمكن ما انتبهت للسؤال على اساس المشجعين كانوا موجودين، لكن غياب اللاعبين للاتحاد اليوم سهل مهمه الهلال؟ والله شوف، اللاعبين يعني كبيرين وغنيين عن تعريف، اللي هم محمد نور وامين الشرميطي، لكن نادي الاتحاد نادي كبير، واعتقد اليوم حتى قدم مستوى، يعني انا اشوف انها مباراه كانت سريعه بين الطرفين، لكن ربي وفقنا وحصلنا، يعني زي ما قلت لك استثمرنا اكثر عدد من الفرص. نطول عليك بالبرد زياده شوي محمد، في سؤال من الزميل محمد سعدون. محمد تفضل. مساعد، الكل يعرف ان محمد شلوب كان وما زال يتصدر الهدافين بثمانيه اهداف، اليوم نيفيز اصبح سبعه والهامسون سبعه، اصبحت منافسه ليست من باقي الانديه ولكن حتى من لاعبي الهلال على صداره الهدافين في فريق نادي الهلال في هذا الدوري. زميل محمد سعدون يقول بانك متصدر قائمه الهدافين بثمان اهداف، الان اصبحت المطارده ايضا من لاعبين هلاليين والهامسون وتياغو نيفيز بسبعه اهداف. نعم، اول شيء يعني برجع اقول الكلام الاول، ما كنت ابحث عن صداره هدافين، لكن بالعكس يعني شيء يفرح ان من نادي الهلال ولاعبين وسط سبعة سبعة وانا عندي ثمانية، يعني شيء يفرح، وان شاء الله ربي يوفقهم ويلحقون ويتعدوني ان شاء الله. لو انفرد في هجمه معك والهامسون بتناول ولا بتسجل؟ لا اكيد بلعبها زي اليوم وبخليه يسجل. الف مبروك. الله يبارك في عمرك. سلامي الاخوان. شكرا لمحمد شلهوب لاعب نادي الهلال.